السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر محمد مختار. إن شاء الله النهاردة بنكمل مع طلابنا أبنائنا من الصف الثالث الإعدادي، الوحدة الثانية بقى اللي هي يونيت 11. عندنا الجرامر بتاعها النهاردة، بنتكلم عن might أو must have for expressing possibility in the past. إمتى أستخدم might أو must و have؟ طبعا بعد might have و must have للتعبير عن الإمكانية في الماضي. We use might. الأول هنتكلم عن might. We use might have زائد ال past participle اللي هو اسم المفعول اللي احنا بنسميه كده التصريف الثالث للفعل، to talk about possibility عشان أتكلم عن الإمكانية in the past. إمكانية يعني يا شباب ممكن حاجة بتحصل أو ممكن ما تحصلش، أنا ما بكونش متأكد فيها. I might have seen this film already. أنا ربما شفت الفيلم ده بالفعل. هنا يا شباب might have تصريف تالت من سي. I can't remember، لا أستطيع أن أتذكر. Ali's arm hurts، دراع علي بيؤلمه. He might have broken it، يبقى محتمل مكسور الدراع دوت، مكسور، يبقى احنا مش متأكدين طبعا غير لو عملنا أشعة أو عملنا أي شيء من ده. يبقى لما ما أكونش متأكد أنا بستخدم might have والباست بارتيسيبل أو اسم المفعول يعني. طيب بعد كده استخدام بقى كلمة must have والباست بارتيسيبل اللي هو عند التأكد، to talk about things عشان أتكلم عن الأشياء that we are sure happened in the past، أنا متأكد إن هي حصلت في الماضي. I must have left my note at home، هنا بيقول أنا مؤكد تركت الكراسة بتاعتي في البيت. هنا I am sure، أنا متأكد that I left it at home، إن أنا تركتها في البيت. يبقى لما أكون متأكد بستخدم must have والتصريف الثالث من الفعل. There is no train to Omar's village، مفيش قطار لقرية عمر. He must have taken the bus، مؤكد إنه أخد الأتوبيس. I am sure that he did. He didn't take the train، طبعا أنا متأكد إنه ما أخدش القطار لأن أصلا القرية بتاعته ما فيهاش قطار. يبقى لما أكون متأكد I am sure بستخدم كلمة must have والتصريف الثالث. خلي بالكو إن عكسها can't have والتصريف الثالث للفعل، يعني مش ممكن يكون لما أكون برضو متأكد بس في النفي. طيب كمان أنا ممكن أستخدم should have علشان أعبر عن recommendations التوصيات أو regret أو الندم in the past برضو في الماضي. يبقى أعبر عن توصيات في الماضي أو الندم في الماضي، هستخدم should have والتصريف التالت، وطبعا النفي بتاعها shouldn't have والتصريف التالت اللي هو كان ينبغي إن أنا أعمل حاجة وما كانش ينبغي إن أنا أعمل شيء معين. We should shouldn't have past participle to express a recommendation عشان أعبر عن توصية or a regret أو ندم about a past situation عن موقف ماضي. I should have booked a seat، يعني كان ينبغي إن أحجز مقعد on the train في القطار، يبقى هو ما حجزوش. And now there is no seats left، دلوقتي مفيش مقاعد فاضلة خلاص. You shouldn't have gone to bed late last night، ما كانش لازم تذهب للنوم متأخرا الليلة الماضية. طب إيه اللي حصل؟ أنا طبعا كده رحت نمت متأخر. Now you are very tired، دلوقتي أنت تعبان جدا. زي في فرق كبير لما بقول you should study، يعني ينبغي انك تذاكر دوت في المضارع. ان اما لو قلت لك you should have studied معناها كان لازم تذاكر، يبقى انت ما ذاكرتش وللاسف دخلت امتحان وما حصلتش على درجه كويسه فيه. طيب تعالوا نشوف بعض الاسئله. سؤال choice كده عندنا بيقول لي he might couldn't must may have gone to the cinema as he didn't have money. هنا بيقول ذهب للسينما لانه مش معاه فلوس، يبقى هنا يعني أكيد ما ذهبش ما راحش. طيب يبقى على طول he couldn't have gone to the cinema، مش ممكن يكون راح السينما لأنه مش معاه فلوس. طبعا هنا ما ينفعش أقول مؤكد إنه راح لأنه مش معاه فلوس أكيد، أو محتمل إنه راح برضو لأنه مش معاه فلوس، لا he couldn't مش ممكن يكون راح للسينما. So has mobile التليفون بتاع سهى must have can't may have might have been stolen، كلمة it ديت كلمة زيادة. I am sure، أنا متأكد، هو عايز يقول إن هو متأكد طبعا، يبقى بيقول إن مؤكد تليفون سهى سرق، يبقى مؤكد هو قال I am sure، يبقى سهى's mobile
must have been stolen، يعني مؤكد انه سرق. تمام. طيب طبعا دوت فيها مبني المجهول كمان. he might have، can't have، must have، may have gone abroad، للخارج، ذهب للخارج يعني خارج البلاد. his passport is at home، يعني الجواز السفر بتاعه في البيت. يبقى he يا شباب can't have gone abroad، مش ممكن يكون سافر للخارج. ليه؟ ايه اللي عرفني؟ الباسبورت بتاعه في البيت، يبقى اكيد ما سافرش بره ولا حاجه. mother الام might couldn't must may have baked a cake، خبزت كيكه. because there weren't any eggs، لان ما كانش في اي بيض. يبقى خبزت ولا ما خبزتش، عملت ولا ما عملتش، ما عملتش. يبقى يا شباب ايه؟ يبقى couldn't have baked، مش ممكن. طبعا couldn't دي ممكن زي can't يعني، برضو ما فيش مشكله خالص. طيب she might can't must may have lost her keys because there is a hole in her bag، كان في خرم في الشنطه بتاعتها. يبقى المفاتيح بتاعتها ضاعت ولا ما ضاعتش؟ ضاعت. يبقى مؤكد ان مفاتيحها ضاعت. ليه؟ لان كان في خرم في الشنطه وقع من الايه، من الشنطه بتاعتها. يبقى she must have lost her keys، مؤكد ان انها ضيعت مفاتيحها او مفاتيحها ضاعت، لان كان في ثقب في الحقيبه بتاعتها.